إذا كنت مهتما بآراء الخبراء الاقتصاديين وتتطلع إلى ما يقولون في الصحف أو على شاشة التلفاز، فستجدهم دائما يتحدثون عن اتباع نظرية واحدة فقط، وهي اقتصادات السوق الحر. تتمحور حول هذه النظرية منح اليد العليا للعرض والطلب، والسماح للحكومات بأداء دور سهل وضئيل ومحدود للغاية في عالم المال. والخبر السار هنا أن هناك طريقة أخرى وخيارات متعددة تساعد على تحقيق النجاح الاقتصادي والانتعاش، ولكن مع الأسف تتجاهلها وسائل الإعلام ولا نسمع عنها، وهي الرأسمالية. لكن في كتاب 23 شيئا لا تخبركم عنها الرأسمالية، لها للكاتب جون تشونغ، ستجد معلومات لا يخبرك بها أحد عن الرأسمالية، وكذلك ستتعرف إلى مشاكل اقتصاد السوق الحر، والأهم من ذلك ستعثر على حلول لهذه المشكلات. يركز الكتاب على مواضيع عدة، ومن ضمنها أولا إيديولوجية السوق الحر، وتستند إلى أفكار مضللة مفادها أن الناس يتخذون قرارات مالية عقلانية تماما ولكن التدخل الحكومي يساعد. ثانيا، رغم خشية كثر من تدخل السياسيين في التخطيط الاقتصادي، ولكنه يحدث بالفعل ويحقق نتائج كثيرة. ثالثا، الرأسمالية ليست السبب في مشاكلنا، ولكن العيب في نظرتنا إليها. والآن لنلقي نظرة أكثر عمقا على محتويات الكتاب. أولا، خياراتك المالية ليست عقلانية وتستفيد الشركات من ذلك، ولكن التخطيط الحكومي بإمكانه إصلاح الأمر. في أواخر التسعينات حصل اقتصاديان هما روبرت ميرتون وميرون سكولز على جائزة نوبل عن أعمالهما، مع التركيز على فكرة أن الناس دائما تتخذ خيارات مالية وعقلانية. بدأوا في تطبيق نظريتهما على العالم الحقيقي، وانتهى الأمر بهما بإفلاسهما. إن اتخاذ خيارات عقلانية فيما يتعلق بالمسائل المادية يتطلب الإلمام بالتفاصيل الكافة وأخذها في الحسبان، لأن أفضل خياراتنا وتحركاتنا يأتي بالنظر إلى جميع السيناريوهات والطرق البديلة. ومع الأسف لا يوجد طريقة تساعدنا على ذلك عند اتخاذ كل قرار مالي، ومن ثم فإن خياراتنا غير العقلانية أو تلك التي تقتصر على عقلانية محدودة تكون في أفضل بكثير من الأحيان. وإذا كانت الحكومة تتدخل وتحد من الخيارات الاقتصادية، فإننا سنتخذ خيارات أفضل كثيرا، لأننا نكون نتعامل مع الخيارات التي نستطيع فهمها فقط، ويترتب عن ذلك تحقيق ازدهار اقتصادي. ثانيا، بالرغم من الخوف من تأثير التخطيط الحكومي، فإن تنفيذه بالطريقة الصحيحة يكون مفيدا. هناك سؤال يشغل بال الكثيرين، وهو هل ينبغي للحكومة التدخل في الاقتصاد أم لا؟ إذا طرحت هذا السؤال على خبراء في السوق الحر فسيجيبون بالنفي القاطع، وسيدركون لك نماذج عدة فشلت اقتصاديا على المستوى الوطني بسبب تدخل الحكومة. ولكن في حقيقة الأمر فإن الحكومة تستطيع القيام بعمل عظيم لإنعاش الحالة الاقتصادية إذا نفذت القرارات بطريقة صحيحة وملائمة، وهو ما حدث بالفعل في كورونا في كوريا الجنوبية وفي الولايات المتحدة. وإذا أجرينا بحثا أكثر عمقا فسنجد الكثير من النماذج التي ستؤكد على ذلك. ثالثا، الرأسمالية ليست بالأمر السيء، لكن نظرتنا إليها هي المشكلة. يوجد الكثير من الأشياء الجديدة والسيئة بشأن نظرتنا إلى الاقتصاد. الرأسمالية بالتأكيد لها فوائدها الربح أو رغبة الناس في كسب المال، يدفعانهم إلى الابتكار وإنشاء اختراعات جديدة تجعل العالم مكانا أفضل. فكر في الرأسمالية وكأنها سيارة من دون حزام أمان أو مكابح، فمن المرجح أن تتحطم أو تصاب بتلف
ولكن إذا التزمنا بمعايير السلامة فإن السيارات توفر الكثير من الفرص لمالكها. ينطبق نفس الشيء على الاقتصاد، إذا سمحنا للرأسمالية بالانتشار ومع توفير قدر من المراقبة والسيطرة الحكومية، فإننا سنحصل على نظام اقتصادي أكثر أمنا وأكثر عدالة. شكرا على حسن المتابعة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.